لكن قال هنا لكن لا تصح في كل صغير وكبير وكل قليل وكثير، اللي حنا نسميها الوكالة العامة. الحين في شيء يسمونه وكالة عامة. وكالة عامة شنو معنى وكالة عامة؟ يعني يطلق زوجتك، يزوجك، ويبيع بيوتك، ويبيع أراضيك، ويشتري لك. واضح ولا لا؟ يعني أنت يعني شلناك وحطيناها مكانه أبدا، كل شيء. طيب هاي يسمونها وكالة عامة. على المذهب لا تصح الوكالة العامة، مذهب أحمد أن الوكالة العامة لا لما فيها من الغرر، لما فيها من الغرر ومظنة الإضرار بالموكل. يعني لو طلع الوكيل ما يخاف الله شو يسوي فيه؟ يلعب فيه لعب. وإذا كنتوا تشوفون الآن بعض الوكالات العامة، الولد يوكل أبوه وكالة عامة، أو الأبو يوكل ولده وكالة عامة، يفاجئه ولا باع اللي وراه دونه ونهاش بالفلوس وهرب بها وكذا. هذا بين الأهل، فما بالك إذا كان ليس من أهله يفاجئه طلق زوجته، زوجه، طيب باع أراضيه، استدخلها. يعني حدثني كثير، يمكن مرت عليكم حادث كثير، أحداث كثيرة من هذا. واحد وكل ولده وكالة عامة، تفاجأ ولا هو على الحديدة، وكل فلوس الولد أخذها وشرى فيها حقه وكذا، ويجيك في النهاية يقول لك القانون لا يحمي المغفلين، صحيح؟ فيقول لك وكالة عامة. وإذا الآن عندما تروح إلى وزارة العدل، تذهب إلى وزارة العدل الآن في الكويت مثلا، تقول أبي أوكل وكالة عامة، يحذرونك، انتبه، وكالة عامة يبيع اللي وراك ودونك، ينصحونك لا تسوي وكالة عامة. لماذا؟ لما فيها من الغرر وفيها من الضرر. وإذلك على المذهب لا تصح الوكالة العامة هكذا. وفي قول آخر في المذهب وهو رواية عن أحمد أنها تصح، وذلك أن أحمد رحمه الله تعالى أرسل أبا بكر المروذي يوما فقال له افعل ما تشاء وما وقل ما تشاء وما قلته فأنا قلته في أي شيء. قالوا هذا توكيل عام. مذهب أحمد والشافعي لا تصح الوكالة العامة. مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد تصح الوكالة العامة. فالمهم أن على مذهب أحمد الوكالة العامة على المشهور لا تصح الوكالة العامة، ولا تجوز ولا تنعقد الوكالة العامة. لكن كما تعلمون عندنا في الكويت هنا خذوا غالبا مذهب مالك، مذهب مالك الوكالة العامة جائزة عندهم، ولذلك يجري العمل عليها هنا عندنا في بلادنا الوكالة العامة. فعلى كل حال الإنسان يبتعد عنها قدر ما يستطيع هذه الوكالة العامة. نعم.